عندما يتحول الأمر إلى يعني يتواطأ الناس على فعل شيء من شأنه أن يضر بالبلد وتمنعه اللوائح والقوانين بمقتضى بما تقتضيه المصلحة، وهي مصلحة كما إنها هي مصلحة عادية وضعها أصحاب القانون، هي في الوقت نفسه هي مصلحة شرعية ما دام فيها حفاظ على الناس من الأمراض ومن الأوبئة ومن التلوث، فيصبح احترام هذه اللوائح وهذه القوانين واجب شرعا، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. فلوائح المرور وإلا ما يسمى بالفحص الفني في السابق كان مما يعني تمر به السيارة أن يكشف عنها على المدخل متاعها صالحة ولا مكسورة ولا طلع في دخان وإلا كذا، فإذا وجد بها عيب وطلع في دخان وضر البيئة يمنعونها من التجول، لا يسمحون، لا يرخصون، لا يرخصون لها. فما يفعله الناس في هذه الأيام نظرا لعدم تطبيق القوانين ووزارة الداخلية غير قائمة بواجبها، وليس هناك يعني مرور في الطرقات يعني يخشى منه الناس، وكان المفروض المرور يدعم بكل قوة، حتى الكتائب هذه اللي عندهم تحمي المرور بحيث المرور يقوم بالإجراءات الصحيحة ويمنع الناس من التهور ويمنع اللي ما عندهاش رخصة ويمنع من إن يسوق سيارة ربما تؤدي إلى القتل وإلى الموت، ما فيهاش نور، ما فيهاش كذا، بسرعة زائدة، ما فيهاش هذا الكربون اللي هو يعني يمنع التلوث. ينبغي للمرور أن يمكن ويعطى السلطة بحيث يحجز السيارة من صاحبها بحيث يكون عبرة لغيره، وبذلك الناس يلتزمون ويحافظون على البيئة ويحافظون على حياة الناس ومصالحهم. لكن بسبب الإهمال والتفريط وأن المرور إما ليست له قدرة وإما أن الوزارة لا تمكنه من ذلك، فالناس يعني توسعوا في هذا الأمر وأخبروني أن حتى السيارات التي يعني تورد إلى ليبيا مثلا من كوريا أو من كذا صاحبها قبل أن يشحنها يفك منها هذا الكربون كله. يعني كان ليبيا هي مكب للنفايات والكنائس وللتلوث والفساد، ليس فيها رقابة ولا جمارك ولا فحص فني وكذا، كل ما يجيبوه لها من السموم تقبله وتدفع المال، والجشعون أصحاب الجشع والتجار الذين لا يخافون الله يفعلون ما يريدون، يملؤون جيوبهم بالمال الحرام وبالسحت، لأن هذه أشياء ما دام يعلمون أنها هي ضارة بالبلد فهو يعني يبيع الضرر، يبيع الضرر، يبيع الضرر لبلاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وماله حرام، فصاروا كل من يصدر سيارات هناك يشيل منها يعني هذه القطعة، والناس يعني أصبح هنا. وإذا كان حتى السيارات الموجودة في ليبيا يسطون عليها ويعني يفكون منها هذا العازل ويصدرونها للدول الأخرى التي يعني فيها قوانين وتلتزم به، فهذا حرام لا يجوز. التجارة في هذه السلع الآن أصبحت حراما ما دام يعني التجارة فيها تؤدي إلى هذا الضرر وإلى هذا الفساد والتلوث في البيئة.